السلام عليكم ورحمه الله. رحيم بالرجع اللجنه الوطنيه لضحايا الامتحان الاهليه لمزاوله المحاماه، وفي اللجنه ديال الحوار اللي كانت اليوم في الوزاره عن جهه الشمال. الوزاره يعني اقترحت علينا الحوار، وحنا طبعا كمتضررين من هذا الامتحان قبلنا بالحوار وجينا نستمعوا وجينا يعني وجينا بالمطالب ديالنا. دخلنا ترافعنا حطينا الخروقات اللي كانوا في هذا الامتحان، قلنا المطالب ديالنا اللي هي الغاء الامتحان واعادته في ظروف يعني فيه تكافؤ الفرص والشفافيه. سمعوا لينا، مهم هما طلبوا منا اننا نحطوا لهم مقترحات يعني الحل اللي بغينا حنايا، وحنا كلجنه وطنيه وكاينين مورانا كاين مورانا 46 الف يعني طالب، ما يمكن ليناش اننا نقولوا شي مقترح اللي ما غيصبش يعني في مصلحه ديال 46 الف طالب. حنا فقط ترافعنا وحطينا يعني المطالب ديالنا اللي هي الغاء الامتحان واعادته في ظروف يعني كما قلت لك فيها الشفافيه والشفافيه، وتشبتنا بالمطلب ديال فتح تحقيق، وعدتنا الوزاره انه غيكون حل، وعدتنا انه غيكونوا لقاءات اخرى. حنا كل يعني ثقنا في يعني بكل صراحه ثقنا، لان كلنا امل انه فعلا يكون شي حل، كنتمنوا انه فعلا يكون شي حل ان شاء الله اللي يصب في الصالح ديال جميع الطلبه يعني المتضررين. وشكرا. كتعرفي ان وزاره العدل تقدر تلقى حل لكم؟ حنا اليوم فتحنا باب الحوار على اساس انه يكون الحل، الا فعلا الوزاره بغيا حل راه خصها تلقى الحل الجذري لهاد المشكله واللي تنصب في المصلحه ديال كما قلت لك 46 الف طالب اللي تضرروا من هذا الامتحان. من غير هذا الشيء حنايا كلجنه لن نقبل يعني بالحلول الجزئيه ولا بالحلول الترقيعيه، خص يكون حل جذري ان شاء الله، داك الشيء اللي كنطمحوا ليه وكنتمناو ان شاء الله يكون. بالنسبه للناس اللي اليوم سمعناهم انهم كيقول لك كاينين هذه اللجنه ما كتمثلناش، سمعناهم في الكواليس الناس ان اللجنه ما كتمثلناش، كنظن انهم ما بغيتش نسمي بشي اسم اللي يعني اللجنة كان فيها ناس عن جميع التنسيقيات يعني اللي كانوا كيحضروا في الميدان، واللجنة الحوار كان يعني فيه المضربين عن الطعام وأعضاء اللجنة الوطنية اللي كانوا من أول يوم في الميدان وأول يوم في الساحة كيغوتوا، اللي خداوا الشرعية ديالهم من الميدان واللي عرفوا بالقضية ودافعوا على القضية وصلوها تولي قضية دولية. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.